نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية استجابة لدعوة الرئيس السيسي بطرق كل الأبواب المتاحة أو بطرق كل الأبواب المتاحة من أجل القضاء على الأمية بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية. ويأتي اليوم العالمي لمحو الأمية لعام 2023 تحت عنوان تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية، حيث يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى التوعية بمعاناة أكثر من 775 مليون شخص حول العالم من خطورة الأمية. تحرص كل الدولة على الاهتمام بهذه الفئة من أبنائها في المجتمع، وده بيأتي تجسيدا لمبادرة حياة كريمة التي تجوب الكرة والنجوع والعزب والكفور من أجل إحداث تنمية حقيقية في التعليم والصحة والبنية التكنولوجية والبنية التحتية. مصر تبنى من جديد والقادم أفضل إن شاء الله. لقد توسع الحقيقة مفهوم محو الأموية ولم يعد قاصر على تعليم القراءة والكتابة فقط، بل امتد ليشمل الكثير من أنماط الأمية الأخرى، الأمية الثقافية والأمية الرقمية وغيرها، والأمية الصحية والأمية السكانية والأمية البنكية. مطلوب منا في الهيئة أن نواصل الليل بالنهار من أجل إحراز تقدم وملموس وحقيقي يلامس حياة الإنسان المصري البسيط.